اليوم سمعنا الطرح الجديد شنو هو؟ قال لك اسي داك الشخص اللي في الفيديوهات واحد الوقت قال لك الناقب واش قال لك داك الشطر الرضاعيه شي قال لك كيشبه له شي قال لك الشاب دابا الصمد قال لك اودي كاين الشباب وكي ما نقدروش نحسبوا اللي هو وجابوا لنا تصويره تاع راجل اسماء الحلاوي اللي هو سمر كتعرفوه كاملين ورجل طيب ومعروف وضحيه وعانى لان الغدر جاء من اقرباء ديالو وقالوا استاذ راه التصويره وراه هو داك السيد اللي في الفيديوهات وقالوا حقا احنا عرضنا هادشي على الخبراء في الخارج قلت لهم منين جبتوا السيديات السيد في المحكمه كيف هاد الخبراء علاه ما داروا هاد الخبره عطيتهم شي سيديات يشوفوهم قال لك لا ما شافوش كيف الخبره في الحلم وتجي وتقولوا قال لك هذاك هو راجل الاسماء الحلاوي كان يمارس معاه الجنس في البيرو وكانه ما عندوش الدار ماشي مراته كفاه من الهزل والضحك ما ماشي الناس ما بقاوش يضحكوا على الراي العام او يكذبوا عليه او يستهتروا به او على القاضي كتاخذ راسهم واش غير في ديك الحاله ولا على الجميع لا قال لك جميع الفيديوهات هو راجل الاسماء الحلاوي مزيان ملي كتقول ليه هو وتجي وصل الطالع حنا بكور ومريه وغيرهم كيقول هذوك حنا وذاك هو اش كتقول في هذا الراي؟ نخليو حنا نقلعوا اسماء قريماش ونقلعوا الحلاوي هذو اللي قال معاه باقي خدامين عنده باقي كيخلصهم وقالوا هذاك هو وذاك حنا اش باقي ما تقول في هذا وانت تقول لهم لا ماشي هذاك هذاك راجل اسماء انا ما فهمتش والله اسف هذا سميتو الخراف في حقوق في الدفاع المحكمة قالتو المحكمة كتسمع الأمور التي لا يقبلها المنطق كتبين لك بلي الأمور ما فهمتش أنا هادو يعني واحد خطة كاين واحد الإنكار كيكون منتج أنا ما عنديش حجة أما نعطيك وسائل إثبات تعطيني إنكار مجرد مليء بالتناقضات معناها أنك تكذب وما قدرش تهدم بدليل التناقض كل مره كتطرق هذا فلان ماشي هو لا هو لا بدلوا لا الصوره ديالو لا الوجه ماشي هو لا هذاك راجل اسماء وبزاف التناقض كان شي خطه الناس ما عارفينش الحقيقه واحده والكذب فيه صور متعدده النهار اللي بانوا شي حاجه نقولوا فلان جات الخبره قال لك لا هو هذاك علاش نصب طرف مدني غدا نصب جوج لا ماشي هو هذاك شبه له هاوك يعني دخلنا واحد انا حسيت بالعبات متى لعبات 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 شنو متى لعبات من متى راه تكون هايم هذه عبات